بداية أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. قال رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندو أن الشباب هم رافعة البناء لليمن الجديد، وهم من يقدمون اليوم نموذجا آخر في بناء وتعزيز العمل المؤسسي. يطيب لي أن أدشن أعمال المؤتمر الأول للمبادرات والمؤسسات الشبابية الذي يقف خلف فكرته وانعقاده فريق من شباب وشابات اليمن المتميزين أصحاب المبادرات الكبيرة والهمم العالية الذين وضعوا نصب أعينهم هدف البناء المؤسسي الذي يحتل مقام الأولوية في هذه المرحلة من تاريخ اليمن، وتعاهدوا على أن يكونوا رافعة المبادرة الحاملة لهذا الهدف والوسيلة التي سوف تحققه. والشكر الجزيل لمؤسسة همة شباب ولشركائها من مؤسسات المجتمع المدني الشبابية ومجلس رجال الأعمال اليمنيين الذين أطلقوا مبادرة العمل المشترك في تنمية المجتمع وتعظيم تأثير العمل المؤسسي على التنمية وتطوير المجتمع. وإنني لا أقف باهتمام كبير أمام هذا التوجه الذي يعبر عن روح المسؤولية لدى شبابنا ويعمق لدينا جميعا الشعور بالفخر بالمستوى الذي بلغه شبابنا من النضج والوعي بدورهم. بعد أن لمسنا هذا النضج وهذا الوعي إبان مرحلة العمل الثوري للشباب في ميادين وساحات الحرية والتغيير. حيث نهضوا بدورهم أو بأدوارهم تجاه وطنهم بكل شجاعة وتحملوا بسبب ذلك الكثير من المشاق. وصبروا على المكاره وقدموا التضحيات الجسام وضحوا بالغالي والنفيس، وهل هناك أغلى من الأرواح؟ ها أنتم اليوم يا شباب اليمن تقدمون نموذجا رائعا آخر، منطلقه الوعي بحاجة مجتمعكم لدوركم ووسيلته المبادرة وروحه العمل المؤسسي، وأنتم بهذا التوجه الرائع تشاركون في بناء اليمن الجديد وفي تعزيز النهج المؤسسي الذي نريده عنوانا للمرحلة القادمة. يا أيها الشباب ويا أيتها الشابات، انتهى عهد النخيط، انتهى عهد القبلية، انتهى عهد كلكم سواء أمام القانون، لا كبير ولا صغير، لا غني ولا فقير، لا قوي ولا ضعيف، هذا وطنكم جميعا، لكل واحد منكم نصيب في هذا الوطن مثل نصيب غيره، لا أحد له نصيب أكبر إلا من يعمل من أجل هذا الوطن ويقدم التضحيات لأجله. إن الشاب الذي قدم روحه في أو الشابة التي قدمت روحها في سبيل هذا الوطن هو أو هي أعظم عندي من أكبر مسؤول في هذه الدولة. وإنني لا أدعو من على هذا المنبر إلى تعميق الشراكة بين المؤسسات الشبابية التي تخوض تجربة ريادية في التنمية المجتمعية وفي استنهاض دور الشباب تجاه مجتمعهم وبين القطاع الخاص، والتي من شأنها أن تحدث دفعة قوية لعجلة الاقتصاد عبر إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية
وحفز دورهم الاجتماعي باتجاه المزيد من التكافل بين أفراد المجتمع والتغلب على مظاهر الفقر والحاجة. وأكد باسندو أنه لن يسمح بأي فساد مالي أو إداري، ودعا من أخطأوا في الماضي إلى إعادة النظر في أخطائهم، وأن عليهم أن يراهنوا على الحاضر والمستقبل على الماضي. وبهذا الصدد أود أن أذكركم بأننا يجب أن نقدر لدولة الإمارات العربية المتحدة ما قدمته لنا في هذه الفترة، وهذه المساعدة التي ستقدمها دولة الإمارات سيتم توزيعها بواسطة لجنة من دولة الإمارات، ولجنة سأقوم أنا بتشكيلها، ولن أسمح بأي فساد. ولو حاول أي مسؤول أيا كان أن يسطو على أي شيء من هذه المساعدة لصالح نفسه أو لصالح من يريد، فيجب أن يعرف بأننا سنقف ضده والله لو كان من كان. واسمحوا لي أيضا في هذه المناسبة أن أدعو من أخطأوا مثلا أن يعيدوا النظر في خطأ، وأن يعيدوا على الحاضر والمستقبل لا على الماضي. وعلينا أن نعي بأننا كلنا خطاؤون إلا من بورك، يعني كلكم خطاؤون في الليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا. هذا الحديث القدسي يقول هكذا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فأنا كلنا خطاؤون، ليس فينا من لم يخطئ، أقل من لا يخطئ. فيجب أن يعني نتحلى بالتسامح ونفتح قلوبنا وصدورنا لإخواننا الذين أخطأوا نتيجة حسابات معينة، ونقول لهم: نحن إخوانكم، تعالوا إلى صفوفنا، قفوا معنا، قفوا مع شعبكم، لا تقفوا معنا كأفراد، قفوا مع الشعب هذا اليمني. ودعا باسندو الشباب والشابات إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدا أنه سيمضي في طريق الإصلاح والنهضة مهما كانت الصعاب. جاء ذلك في حفل افتتاح الأول للمبادرات الشبابية التي نظمتها مؤسسة همة شباب صباح اليوم في فندق موفنبيك بصنعاء. إن بلدكم الذي يطلقون هذه المبادرات الرائعة لأجله يدعوكم أيضا لكي تنهضوا بدوركم في الانتصار لإرادته في التحول السلمي وبناء الدولة الحديثة، دولة كل اليمنيين المجسدة لإرادتهم. ومن جهتي أدعوكم يا شابات وشباب اليمن إلى المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود المبذولة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل والعمل على إنجاحه. أتطلع إلى أن تجسدوا أولاً روح الوحدة الوطنية في صفوفكم، وليكن هدفكم الأسمى في هذه المرحلة وفي كل المراحل بإذن الله. كنت أريد أن أصيب في الحديث ولكني مرتبط بالتزامات، وأعرف أن بعضكم أيضا لديه مشاغل، لكن ما أقول لكم في الأخير أن اليمن قد بدأ مسيرته نحو المستقبل. مهما بدا لكم أن هناك من يستطيع أن يوقف هذه المسيرة، لا يمكن. الماء لما ينزل ما عاد رجعش مطلع. طبعا نحن لا نريد الانتقام ولا نريد التال، وليس هذا من دأبنا، وليس هذا من شيمنا، وليس هذا من أخلاقنا. نريد أن نتحلى بالتسامح، وأن نعفو عمن أخطأ، وأن نطلب العفو إن أخطأنا. لكننا نقول للجميع: هذا وطنكم، هذا وطنكم، وهذا وطنكم، لن تجدوا اليوم وطنا آخر يقبلكم، تأكدوا من هذا. كنا في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات أيام النضال ضد الاستعمار والثورة في الشمال، كانت الدول تتسابق
على دعوتنا لأن نذهب إليها وأن تحتضننا وأن تقبلنا كلاجئين سياسيين. اليوم لن يقبل أحد. أحد. لن تقبل أي دولة أي واحد. أنتم شايفين إيش اللي حاصل. الدول ترفض قبول بعض الناس. للأسف. وأقول للجميع أن يعرف أنني لست ممن يخافون. والله لو يفترون أو يكذبون أو يهددون لن يحركوا شعرة من الموت. لا يأتي إلا حين يكون مكتوبا عليك، مقدورا عليك. تأكد أنه كم من واحد تعرض لمحاولات اغتياله ونجامة. الموت هذا قد له موعده، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت بيني وبينك أنا ما يخيفنا. أنا في آخر عمري أريد يعني أحد إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. ثقوا أنني معكم أيها الشاب يا أيتها الشابات وأيها الشباب، أني معكم في كل عمل لمصلحة هذا الوطن، وستجدوني في مقدمتكم، ولن أتردد في تقديم كل عون ودعم لكم. هذا واجبي وأقل ما يمكن أن أفعله. يجب وأنا أعتز بأن أكون أبا لكم مثلي مثل من هم في من جيلي. أخيرا أسأل الله أن يحفظكم جميعا وأن يبارك في جهودكم وأقدر لكم هذه الهمة العالية التي لا تليق إلا بشباب من أمثالكم، وأتمنى لكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يحفظ اليمن من كل شر ومكروه.